عشان كده انا بحب النقطه دي فيه جدا. طيب خلينا ناخد واحد من نجوم النادي الاهلي الحقيقه، نجم كبير، مؤمن زكريا. مؤمن كابتن، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. بتولي عامل ايه؟ بتولي اهو، ده لسه كان بيقطع فيك حاله، ما اعرفش سمعت ولا لا. لا كنت عايز ادبسه على مش عارف انت تصدق ولا لا يا كابتن. بقول له الف مبروك وان شاء الله بالنجاح حبيبي باذن الله. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. مؤمن، لو عايز تقول لمتولي حاجه في ظل هذه الظروف وفي ظل مجيئه من النادي الاسماعيلي وفي ظل ان هو داخل على النادي الاهلي وفتره صعبه والضغوط اللي تعرض ليها تقريبا حاجه مشابهه للي انت عديت بيه يعني لفترات طويله، تقول له ايه؟ لا اكيد طبعا يا كابتن سامو، عنده تحدي وده نوع شخصيه اللعيب عباس. متولي من الناس اللي دماغها كويسه، عنده ثقه في نفسه كويسه، فده هتساعده في كتير في النادي طبعا، من خلال زمايله وجمهوره وجهاز فني اكيد كله هيساعده. فاتمنى لو النجاح دي هتبقى حاجه كويسه، وعنده تحدي الفتره الجايه طبعا يعني خلاص متولي اكيد طبعا موجود مباراه السوبر اذا كان النادي في افريقيا على طول هيخش في الاجواء على طول. انت خلي بالك وانتوا في التمرين ممكن يوم جاي مديك كوبري جامد جدا، خلي بالك بقى لان انت بتلعب ولا في الاول هتسيبه يا مؤمن؟ لا لا انا اكيد طبعا. ولا هتسخن عليه على طول؟ لا لا شويه ثقه كده بيته وموتي زمايله وموتي، ودي احلى حاجه بصراحه في النادي. طبعا دي واخدانا من اللعيبه الكبيره طبعا، اي حد بيكون بيعمل كده معاه فهو اكيد يعني هيخش هيلاقي ترحاب من ناس كتيره يعني. النجاح دي اهم حاجه. تنصحه بيها مؤمن وانت عشت بقالك فتره طويله في النادي الاهلي؟ انا كلمه واحده، ولا اكنك لسه اول سنه تلعب كوره، عشان تعمل طموح لنفسك تحقق اهدافك ان شاء الله تحقق بطولات مع النادي ان شاء الله. فدي اهم حاجه تحط انت اول سنه لسه بتلعب كوره عشان تقدر تعمل حاجات لنفسك. لانه فعلا اللعب للنادي الاهلي هيبقى مختلف عن كل الانديه. لكن مؤمن انت من اللعيبه القديمه اللي في الفرقه خلاص، يعني من 3 4 سنين كنت من اللعيبه الجداد، دلوقتي بقيت من اللعيبه القديمه في الفرقه، هتستقبله متولي في اول تمرين ازاي؟ طبعا انت ما حضرتك قلت في الاول اكيد هنستقبله ان هو اول يوم كنه موجود ما يعرفش 10 سنين ولا حاجه. طبعا هنرحب بيه وكل حاجه، هيخش في الاجواء على طول لان خلاص مفيش وقت. مفيش حاجه كده ولا كده؟ كده ولا كده زي ايه يا كابتن؟ لا مفيش وقت. عندك استعداد للبطوله، هتنسى ان انت خدت الدوري، عندك بطولات مهمه الفتره الجايه. طبعا هيحس بالوقت ده وهيخش على طول، واتمنى له النجاح باذن الله. اشكرك جدا يا كابتن مؤمن على هذه المداخله، كابتن مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي.